وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسير إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. مع الدرس السابع من دروس قصص الأنبياء، ودرسنا اليوم كيف بدأت عبادة الأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد موت سيدنا آدم بألف سنة بقي الناس على التوحيد لله تعالى، أي في هذه الفترة كان الناس موحدين لله تعالى، ولكن انتشرت منهم المعاصي والفساد، إلا أنه كان يوجد فيهم بعض الرجال الصالحين، وكان الناس يحبون هؤلاء الصالحين وكانوا يتقربون منهم. ومع أنهم يحبون هؤلاء الصالحين إلا أنهم كانوا في نفس الوقت يفعلون المعاصي. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين. كان هؤلاء الرجال الصالحون من قوم سيدنا نوح عليه السلام قبل أن يبعث سيدنا نوح عليه السلام، أي كانوا من قبيلة سيدنا نوح عليه السلام، وكان سيدنا نوح موجودا، لكن كانوا قبل أن تنزل عليه الرسالة، لأن سيدنا نوح قد ولد بعد وفاة سيدنا آدم ب126 سنة. ولكن عندما مات هؤلاء الصالحون وسوس الشيطان إلى قوم الصالحين وقال لهم: انصبوا إلى المجالس التي كان يجلس فيها الصالحون أنصابا، يعني قال لهم الشيطان: ضعوا حجرا وعلامة في المكان الذي كان يجلس فيه الصالحون حتى تتذكروهم، وسموا هذا الحجر الذي تضعونه في مكانهم بأسمائهم، أي سموها بأسماء هؤلاء الصالحين من أجل أن تتذكروهم ومن أجل أن لا تنسوا مواعظهم. ففعلوا ذلك ووضعوا حجرا وسموه ودا، ووضعوا حجرا آخر وسموه سواعا، ووضعوا حجرا آخر وسموه يعوق، ووضعوا حجراً آخر وسموه نسرة. ولكن هذه الأحجار وضعت فقط للتذكرة بالصالحين، ولم يعبد أحد هذه الأحجار أبداً، لا، وبقي الناس موحدين لله عز وجل. ولكن عندما مات هذا الجيل الذي يعرف قصة هذه الأحجار وما سببها وأنها هي مكان الصالحين، جاءت الأجيال التي بعد هذا الجيل الذي كان يعرف سبب الأحجار وصاروا يتبركون ويتمسحون بها. ثم بعد ذلك انتسخ العلم، يعني ذهب العلم مع مرور الزمن، وصارت هذه الأحجار تعبد. قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم سيدنا نوح معبودة، ثم صارت هذه الحجارة تعبد في العرب فيما بعد ذلك. قال ابن عباس: هذا معنى قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
وبعد أن عبد قوم سيدنا نوح هذه الحجارة انتشر الشرك بالله تعالى، وصارت عبادة الأصنام هي الأصل، ولم يعد هناك أي شخص يوحد الله تعالى أبدا إطلاقا. ثم بعد ذلك اختفى التوحيد لله تعالى، وصاروا كلهم يعبدون الأوثان التي هي الحجارة، أي كلهم كفروا إلا سيدنا نوح عليه السلام بقي على توحيد الله تعالى. وبعد أن انتشرت عبادة الأصنام وصار كل الناس كفارا إلا سيدنا نوح عليه السلام، فعند ذلك بعث سيدنا نوح عليه السلام، يعني أتت الرسالة من الله تعالى إلى سيدنا نوح عليه السلام. وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سنعرف قصة سيدنا نوح عليه السلام. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق جمالك الذي فتت به أكباد المحبين، وبحق جلالك الذي تحيرت به ألباب العارفين، افتح لنا فتحا صمدانيا وعلما ربانيا وتجليا رحمانيا وفيضا إحسانيا، وأفض علينا من بحر كرمك وعنايتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.